ونبدأ نركب اللمبة. نركب اللمبة دي هناك، يلا بينا. خلاص نفكها كده، دي محروقة، نفكها كده ونركب دي كده. مش عارفة اركبها في ايد واحدة ليه. اوبا 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 دي كده. طبعا جرب اشتغل ولا لا. اشتغلت اشتغلت. مشاهديني الاعزاء، اهلا معاكم صلاة سعيد. فيديو النهارده هوريكم مشترياتي الجديده للمطبخ، وهقولكم انا جايباها منين، وهفرشها معاكم كمان في الفيديو. مش هعملها على جزئين عشان متحمسه، وكمان بقالي كتير قوي ما صورتش فيديوهات، فقلت بقى اجيلكم بحاجه كامله متكامله كده عشان مش هقعد انقطكم بالحاجات. المهم بقى ان انا اخيرا الحمد لله غيرت اللمبه، فهصور فيديوهاتي الخاصه بالمطبخ في المطبخ خلاص، علشان الاضاءه كانت ضلمه قوي، دلوقتي بقت اضاءه مريحه. يعني انا حاسه بكده، شوفوا انتوا كده هتريح عينكم ولا لا، عشان شاري لمبتين وركبتهم. المهم بقى انا بقالي كتير قوي ما ظهرتش على اليوتيوب، علشان كان عندي كذا ظرف كده وكنت عيانه، وانا عيانه ماليش نفس، ما بيجيليش نفسي اصلا امسك الموبايل، يعني ما بيجيليش نفسي، ممكن افضل ببقى قاعده كده بص للسقف بس كده. فالحمد لله انا خفيت والدنيا احلوت، فقلت بقى افرش المطبخ بحاجات جديده عشان احنا داخلين على سنه جديده. يا رب يا رب سنه جديده حلوه علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، وتبقى وش الخير علينا كلنا يا رب يا رب يا رب يا رب. المهم بقى النهارده انا شاريه الحاجات منين. شاريها من ايكيا، شاريه حاجات من ايكيا، وشاريه الاطباق الجديده اللي انا هوريها لكم، جايباها من جروب اسمه تافوس اتكلمت عليه قبل كده، وشاريه حاجات من شي ان برضو كلها للمطبخ. فيلا بينا نشوف هنفرش الحاجات دي فين. يلا بينا، كاميرا فين؟ يلا بينا يلا بينا. طبعا مش محتاجه اقول ربنا يهديك وتعملي لايك واشتراك للقناه، عشان القناه واقعه خالص، فشجعوني علشان اشتري حاجات تانية، عشان انا بفلس افلاس رهيب علشان اظبط المطبخ معاكم مرة تانية. ويلا بينا. طيب اول حاجة هوريها لكم، نفتح الشنطة اللي فوق دي. اعملوا نفسكم مش خدتوا بالكم من اي حاجة. انا هي بص، اول حاجة اشتريت حاجات من ايكيا. اول حاجة اشتريتها لتجديد المطبخ، الزرعة الجميلة دي اشتريتها. دي يعني هي حجمها حلوة قوي، هحطها على الرخامة، كانت في حدود خش على الموقع وعرفوا سعرها، عشان انا قلت سعرها جوزي يجري ورايا. بصوا واشتريت حامل السخن ده، عجبني قوي. وحامل السخن اللي عندي، انا عندي دي بحبها وكل حاجة، بس هي قربت تتقطع، فانا بحبها قوي عشان دي يعني بابايا كان جايبها وانا واخدها من مامتي، فمش عايزة ابوظها عشان هي غاليه عليا قوي. فقلت بدل ما انا عماله اهريها في الاستخدام، فقلت اشتري دول. دول كانوا التلاته بستين جنيه ماشي. واشتريت طبق الميكرويف، علشان انا اشتريت ميكرويف قريب، علشان بقى نعمل بقى مع بعض حاجات. مش انا اللي اشتريت، عشان جوزي برضو يشوف الفيديو. احنا جبنا ميكرويف عشان بيقول عليا ان انا ببقى نصاب. المهم بقى وانا اعتقد ان الميكرويف يعني مش لازم نجيبه غالي قوي علشان نبقى جبنا ميكرويف، لا احنا ممكن نجيب ميكرويف سعره كويس، هو يدوب على التسخين او بنستخدمه حاجات بسيطة. يعني الفرن يعني بيستخدمه اكتر علشان بيسوي الاكل وبيقعد مدة طويلة شغال. المهم بقى ان انا اشتريت الغطا الميكرويف ده علشان اغطي بيه الاكل، عشان الاكل مبيوصلش الميكرويف، عشان انا لحد دلوقتي معرفش الميكرويف ده هيتنضف ازاي، فقلت احمي نفسي واحميه لحد ما اشوف هنمشي هنعمل ازاي. نقط بقى نجيب اللي وقع. بعد كده بقى جبت برضو الزرعة دي، بس دي بقى من شي ان. جبتها كانت في حدود بستين جنيه، في واحدة وقعت منهم، مش مهم انا اعمل نفسي مش شايفينها. دي بقى هوريكم دلوقتي، انا احطها عندي كده فازة قديمة، مش فازة، عندي علبة صفيح كنت انا دهنيها، فهحطها فيها دلوقتي. المفروض ان هي تتحط كده، ودي بقى تبقى نازلة كده. ريحتها وحشة اوي، مش عارفة ريحتها وحشة ليه، ريحتها كأنها زفرة كده مش عارف. المهم بقى ريحتها وحشة بجد، لازم اغسلها او اهويها ماشي. المهم انتوا شفتوها، هي شكلها حلو قوي وشكلها كانها طبيعي، يعني انا ما بجيبش زرع غير لما يكون حاسه ان هو شكله طبيعي، فهو شكله طبيعي الى حد ما تمام.
بعد كده اشتريت بقى المعالق دي من شي ان برضو. كل الحاجات دي هنحطها دلوقتي مع بعض. بس ايه جايبه برضو المعالق دي، انا وريتها لكم قبل كده، عملت عليها ريفيو قبل كده، بس ايه اللي ما شافش بوريه اهو عشان السنه الجديده بقى وكده اهو. دي بقى ممكن ناكل بها رز بلبن، مهلبيه، بليله كده يعني، تمام. بس مش هتلقمي بيها شيء اكيد. جايبه منهم برضو هحطهم في المطبخ كده. انا وريتكم مشترياتي من شي ان ومن ايكيا. نشوف بقى الاطباق. اول حاجه جبت طبق البوله الصغنون ده، عسوله قوي اهو. ممكن يتعمل فيه لسان عصفور، تحط فيه لسان عصفور عشان هو صغنون خالص كده، بس هو عسوله قوي. جبت بقى المج بتاعي، المج ده بطبق، الطبق بتاعه فين اهو. المج ده بقى حلو قوي، تشرب فيه بقى كابوتشينو او شاي، تمام. انا كاميرا فصلت من غير سبب، انتوا شفتوا ده ماشي. وبعد كده اشتريت الفنجان ده، والطبق بتاعه فين اهو. كل ده كان هيتكسر. انا اصلا مش همسك الازاز، مش همسك الصين ولا البورسلين كده، كفايه عليكم كده اهو، بدل ما تتفشفش قدامكم دلوقتي اهو. يلا. واشتريت المجات دي، ممكن نشرب فيها ناكل فيها اندومي. هي لونها بينك رخامي كده، شايفين شايفين لونه اهو. القطعة من دي، القطعة ب25 جنيه، والفنجان كان ب30 جنيه، والمج كان ب30 جنيه، والبولة دي اهو اهو، والطبق ده كان ب20 جنيه. فهي الاسعار في الجروب ده حلوة قوي، وانا اتكلمت عنه قبل كده. وبرضو اشتريت البولة دي، برضو ممكن نعمل بيها نحط فيها لسان عصفور اهي اهي اهي. بس انا حاطه مكرونه في الفرن، حاسه ان هي تتحرق، عايزه اروح اشوفها الاول. بصوا اهي، بقول لكم يا راح اشوف المكرونه عشان حاسه ان هي تتحرق فعلا، وهتبقى ليله ليله. ثانيه واحده، الحمد لله مكرونه سليمه الحمد لله. المهم بقى ان انا اشتريت من الاطباق دي، من البولات اللي انا قلت لكم عليها دي، شاريه تلات قطع بس. فانت تجيبي العدد اللي انت محتاجاه بس. انا بجيب القطع دي عشان انا كنت عندي بولات صغيره كده واتكسرت، فمش هينفع استخدمها في المطبخ تاني. كنت هي كانت حلوه قوي، فانا لحمتها بامير، بس حطها بقى في النوم، حاطه فيها السلاسل والخواتم والحاجات دي يعني، بس مش هينفع تتعرض للنوم. فاشتريت بولات جديده لسان عصفور. يلا بينا عشان نحط نفرش المطبخ بسرعه قبل ما المكرونه تتحرق، عشان هي لسه ناقص لها 5 دقايق كده. يلا بينا. نفتح بقى الحاجات بالمقص علشان نحطها. بصوا زي ما انا قلت لكم، الاطباق دي يعني ب 20 جنيه، ب 15، ب 25، يعني هي اسعارها مناسبه جدا. فاللي معهوش فلوس ممكن يشتري عادي، تمام. غير كده كمان انت لازم تتعودي ان انت لو نفسك تشتري حاجه تحوشي، تحوشي مثلا من يعني اول السنه اهو، تحوشي تقولي تكون عندك هدف، عشان الهدف هو اللي هيخليكي تشتري. عندك هدف مثلا ان انت تحوشي عشان تشتري مثلا سجاده، فانت هتحوشي مثلا، هتقولي السجاده دي مثلا بكام؟ ب 1000 جنيه. فانت هتحولي تحولي ايه؟ تحاولي تحوشي مثلا لمده 6 شهور او مده سنه. شوفي انت هتحوشي مثلا كل شهر 100 جنيه، يبقى تحوشي لمده 10 شهور مثلا، او تمام، او تعملي جمعيه مثلا، تقولي لمامتك دخليني اي جمعيه صغيره كده وتقبضيها وتنصبي عليها، خليها هي اللي تدفع بعد كده، المهم تتصرفي. فانا بصراحه بعمل كده علشان يعني اجيب اللي انا نفسي فيه في اي مناسبه. يعني انا قبل رمضان بعمل كده، وقبل العيد بعمل كده، وفي السنه الجديده بعمل كده. يعني انا بحوش 3 مرات في السنه، او ساعات لو حاجه لقطه قوي اقوم جايبه حاجه في حاجه. يعني مثلا انا جبت في مره ده بس لوحده كده، فاهمين؟ ممكن اجيب بعديها 2 من دول كده. فممكن احوش الاوردرات وما اجيبش الاوردر على بعضه كده، ويعني ايه لازم نتصرف. إيه طيب، تعالى بقى نحط الاطباق بتاعتي الاول وكده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ف هحطها دلوقتي، بس عايزه اتكلم اخلص بقيه الموضوع عشان انا بقول الموضوع وبقطع نصه. المهم بقى، لو انت في اهو، لو انت عايزه تجيبي اي حاجه للمطبخ، فانت هتحوشي، ولازم يكون عندك هدف في التحويش. اي حاجه بقى، عايزه تشتري هدوم، عايزه تشتري اي حاجه، المهم يكون عندك هدف. المهم بقى انا بص الكاميرا مش هنا وشي، بس مش مشكله. المهم بقى يلا بينا نبدا بايه ماشي. هنبدا ان احنا نحط المجات دي مكانها عشان ما تتكسرش مني كده. نبدا نعمل نزين بقى.
طيب انا قلت لكم انا عندي علبه صفيحه كنت بستخدمها بس مش لاقيها دلوقتي، تاهت مني فلقيت دي. ماشي اهي، استني كده، كنت جايباها حاطه فيها حاجات في الحمام وكده، فانا دلوقتي ما بستخدمهاش. هي ما اعرفش هي مش باينه ليه اهي، فهحطها يعني شكلها حلو برضه هتليق على المطبخ. المهم بقى انا كان عندي حته فل، فل كده كنت مش فاكره كنت جايباها منين يعني، فهرشق فيها، هرشق فيها كده الزرعه زي ما في حاجات كتيرة بترشق في حياتنا كده ما مش عايزينها اساسا. بسم الله اهي، اظبطها بقى وتتحط. هنشيل بقى الاكياس من المعالق عشان نحطها اهي، ونحطها فين بقى؟ هقول لكم اهو، دي بقى اللي جنبيها هي نفس الشكل بس ده مش طقم، انا شاريه دي لوحديها ودي لوحديها بس هما طلعوا شكل بعض. دي كانت ب15 جنيه ودي كانت ب15 جنيه برضه. نحط بقى فيها النعناع ده بدل ما انا كل شويه بقعد اعذب نفسي عشان اجيبه من الخرم ده اهو، فنحط باحترامنا النعناع. عارفه اصلا هيطلع ولا لا في الايه، في البونبونيره دي، عشان بحب اشرب شاي بالنعناع يهدي اعصابي كده. الخياط بقى يطلع، انا عازب نفسي ايه، يطلع يطلع. ما ينفعش، لازم اقطع، لازم افك الدبوس ده جامد اوي. الراجل كان عامله بضمير اهو، قطعته خالص واللي هيفيد هغطيه بمشبك. المشبك اهو بيقول لي انا اهو، يعني زي نفسك ليه يا صورة، ما انا قدامك اهو اهو اهو. النعناع ده جميل قوي، كان جاي ليا من مرسى مطروح، كان اسمه نعناع ايه جبلي، كنت اقول نعناع صحراوي اي كلام. كده كفايه، نغطي بقى كده. المشابك دي عمليه قوي وكان الباكت بقى ب12 جنيه، مش حاجه يعني. المهم بقى نغطي كده زي المحترمين وارجع مكانك يا معلم. كسر بقى، كسر، ايوه كده، احط مكان ليه وقعت كده ليه بس. اعتقد ان الشكل كده بقى على الصول، صح؟ ماشي، هو على الصول. تعالى بقى ايه، نخلص. يلا يتاخر شويه كده، انت لا انت هتقع كده. طب استنى انا هقول لك حاجه كويسه. اهو كده بس كده. بقى نحط الاطباق دي كلها مع بعض، صح؟ وبعد كده نحط الفنجانين دول جنب بعض عشان ما يتكسروش. ممكن بقى ايه، انت مالكيش لازمه دلوقتي، هنا نركبك لما نحتاجك بس كده. ودي ايه، فنجانين اهم. في نفس الوقت برضو نغطي الفيشه اللي ورا، والمنظر بقى كده. رايكم حلو ولا ايه بقى؟ شكله جميل، بس ممكن نحط ده جوه كده. طبعا انا اتكلمت قبل كده ان انا حاطه مفارش الدانتيل دي، لا الكروشيه دي، علشان اعملها بايدي علشان احفظ المج ان هو يتكسر في السيراميك، عشان السيراميك اتنقرت والفنجان اتكسر. ف يعني احنا مش يعني لازم نفكر كده بدماغنا ونعمل حاجه صح. طيب كده اعتقد ان كده ركن الشاي عندي بقى جميل قوي. الحمد لله، يلا بينا. طبعا انا حسيت ان المكان ده هو المكان المناسب للزرعه لسبب ما، ان الراجل بتاع الرخام عامل لي الرخام من هنا بايظ، وكل ده عمله بلزق كده ما بيطلعش غير بالسكينه، وانا يعني تعبت قوي عبال ما طلعته، فالمنظر كاني مش كاني الرخامه مش نظيفه بس هي الرخامه نظيفه. ف
فانا رحت غطيتها بالزرعه الرهيبه دي علشان يبقى شكله حلو، والزرعه في الحقيقه شكلها كانها طبيعي بالظبط، فممكن حد يجي يسقيها عادي يعني من قريب. فبس هي اصلا زرع صناعي، انا ما فيش زرع طبيعي بيعيش معايا. انا عايزه اكلمك في الموضوع ده، والله جوزي جاب لي صباره ماتت، يعني هو بيقول لي الصباره بتعيش في الصحراء ما فيش تعيش معاكي، فانا ما عنديش غير الزرع الصناعي. يعني انا بحب الزرع قوي وبشوفه برتاح، بس بيموت في ايدي مش عارفه. كان عندي عصافير هربت، فتحت القفص الاتنين صعدوا بعض وهربوا، اجي ادخل افطرهم الصبح ما لهمش في القفص، حاجه مش عارفه في ايه بجد. يعني الحمد لله ان امي طاقتني الايام اللي فاتت دي، مش عارفه كل الناس بتهرب مني حتى الزرع بيموت، مش عارفه في ايه. مش مهم، ان شاء الله سنه سعيده علينا السنه الجايه دي ان شاء الله نكمل. يلا هنفتح دلوقتي بقى حامل السخن، انا كنت شارياه من ايكيا، انا ما لبستوش قبل كده في حياتي من بره البلاستيك، فاحنا نجرب دلوقتي. نفتح بسرعه بدل ما انا ايه اقطعه. اهو نفتح كده اهو نشوفه بقى. الله ما مصر حلوه قوي. ممكن كمان تحطي فيه يعني تدبسي فيه حاجات، يعني ممكن ان هو عشان هو فوم اصلا، بس هو طري جدا يعني لازم اخلي بالي منه، يعني ما يمشي كده هيتقطع معايا كانك بتقطعي رغيف عيش كده. المهم بقى ممكن تدبسي فيه دبابيس لو انت عايزه تعملي في ورقه في حيطه مش عارف ايه، بس الكلام ده لو انت عندك مكتب، يعني انا ما عنديش مكتب. المهم بقى ايه هحطهم كده دلوقتي، استنى اهم ظهر الصور، هحطهم بقى هنا دلوقتي عشان يبقوا جنب الفرن. تمام طيب كده خلاص. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم مشترياتي وكمان عجبكم انا حطيتها في مكان ازاي. ولو انت عندك اي راي اكتبيه في التعليقات وانا هرد عليكم، انتوا مجربيني قبل كده. وما تنسوش تتابعوني على الانستا، هحط لكم لينك الانستا بتاعي تحت في صندوق الوصف على طول، عشان انا بنزل عليه صور كتير حلوه طبعا، عشان انا بقيت فنانه وبتعلم التصوير، فكل حاجه بقى بحطها هناك. تمام وما تنسيش تعملي لايك واشتراك على الفيديو ده، عشان انا حاسه ان انت نسيتي تعملي في اول الفيديو، فانا مستنيكي تعملي اهو. ها عملت لايك واشتراك. تمام طبعا الفيديوهات الجاية، ويلا باي باي.